جلال وريم جلال ولاد عم. لا ولاد عم بس بالصدفه. هي بنت خالي بس يعني جلال غير جلال بس احنا. جلال ده مش اسم العيله. لا لا انا فاكراكوا انتوا كازنز. طيب تمام اوكي. طب وانتوا ايه اللي خلاكوا تتشاركوا وانتوا ولاد خال؟ والله يعني لقينا ان احنا ممكن نعمل حاجه مع بعض. يعني احنا يعني انا كنت انا انتيرير اركيتكتشر اصلا يعني تصميم عماره داخليه ونانسي كمبيوتر. ده انتوا رايحين بالسلامه خالص خالص بتكلم فيه تبقوا عاد هناك. على انا قلته دلوقتي 150 لا دي حقيقة. اوكي بس نانسي كانت جات لها شويه بقى يعني باشن ان هي عايزه تعمل في الانتيريرز وكده شغف وكده. ابتديت لما جيت عملت بيتي حسيت ايه ده الموضوع مسلي قوي وانترستنج قوي يعني غير ما كنت متوقعه خالص. فابتديت بقى اللي هو اخش في الموضوع وكده. طب انا عايزه افهم ايه قصه انتوا عاملين براند اسمه ايه؟ كرودو. كرودو ديزاين. كرودو. كرودو يعني ايه كرودو؟ كرودو يعني رو بالسبانيش يعني المواد الخام. خام. خام. مواد خام. بالزبط. طيب اضاءه. وحدات اضاءه. وحدات اضاءه. يس هي يعني هو اصلا براند ان احنا نعمل يعني اكسسوارات للبيوت. أكتر. طيب. ايه علاقه الاضاءه بالمكان اللي انا قاعده فيه؟ من فيكم هترد؟ اللي عايزه. هي عامه الاضاءه بتبقى اهم حاجه في البيت، هي اللي بتخليكي تركز على الحاجات. يعني مثلا لو في اي دفوهات في البيت الاضاءه بتبينها اكتر، او لو في حاجات حلوه عايزه تبينيها هي الاضاءه بتنور اي حاجه، يعني بتخليها تبان اكتر. يعني هو لو انا بيتي ضيق خلاص انا عرفت ان نمره واحد وانا بذاكر كده موضوع الاضاءه ده ان انا ابعد عن الـ الـ الارضيات الغامقه. اسود لا، رمادي غامق لا. وبعدين لقيت النمره اتنين عشان كده موجودين النهارده هي الاضاءه. الاضاءه ممكن توسع لي البيت. توسع لي البيت ازاي؟ هو احنا البيوت الصغيره عاده يعني احنا دايما بنركز في الاضاءه ان هي اضاءه من السقف. لا هي الاضاءه مش السقف بس، يعني في حيطان ممكن تتنور، في يعني ممكن سايد تيبلز، ممكن كورنر. يعني الابليكات دي حاجه مهمه جدا. مثلا يعني انا لو عندي بيت وعايزه اظهر حيطه فيه، يعني حيطه مثلا ممكن لو هو البيت فاضي خالص بلين ما فيهوش اي حاجه وعامله ديكور في حيطه واحده، سواء بقى كانت حجر كانت وول بيبر معينه زرع او حاجه، فهي من غير الاضاءه هي مش هتبان. يعني الاضاءه لما بتترمي على الحيطه هي برضو بتعمل ليفلز، يعني بتبين الليفلز، بتبين كل حاجه في الحيطه. طب خلينا نسال كده واحده واحده. اوكي عشان عارفه كمان الاضاءه بتعمل عمق. طبعا اوكي. نمره واحد، الاضاءه البيضاء ولا الاضاءه الصفراء؟ يعني هو عاده في البيوت الصغيره بنبقى عايزين حاجه منوره، فهو دايما اللي بيبقى منورها هو الشمس. بس احنا عندنا في مصر عاده يعني البيوت دايما مش بتبقى منوره قوي، بتبقى مظلمه شويه، الشمس ما بتبقاش داخله لها، فاحنا بقى بنلجا للاضاءه. بس دايما بنلجا للاضاءه، يعني احنا عاده بنحب دايما الاضاءه اللي هي مش وايت. الوايت دايما بتبقى بارده قوي، بتخلي الفيلينجز تبقى متعصبه. يعني انا دايما اول ما بينوروا النور الابيض عندي في البيت ببقى اللي هو قاعده مش على بعضي. وانا هو في دراسه اصلا قالت النور الابيض ده بيحرق كالوريز، يعني من كتر ما هو بيوتر هو بيحرق كالوريز. ايه تعالي هنا. ايه قلت يعني النور الابيض بيعصب فبيحرق دهون. بالظبط. طب يبقى احنا نص البيت ابيض نص البيت اصفر، يعني نحرق هنا ونريح هنا، يعني احرقوا هنا نص ساعه وبعدين تعالوا ارتاحوا بعد كده نص ساعه تاني. حلوه المعلومه دي عليك، انا ما كنتش اعرف قبل كده. اوكي يعني دلوقتي انا هحرق دهون في الابيض. هو الابيض بيتحط في اماكن معينه، يعني ما ينفعش تحطه في كل حاجه، يعني بيتحط مثلا في اوضه مذاكره اطفال عشان يركزوا، بيتحط في مطبخ، بيتحط في جراجات، بس ما يتحطش في ليفنج روم. يعني ما ينفعش تحط في ليفنج روم. اذا الاضاءه الصفراء هي المطلوبه او المفروض ان هي تتحط بالزبط. في البيوت للراحه النفسيه بالظبط كده. ما انا عارفه البرودكت بتاعهم او المنتجات بتاعتهم هي على المنتجات بتاعتنا كلها. الكولكشن ده خرسانه ونحاس. احنا كنا عايزين نعمل حاجه. اوه ومين بيعمل ديزاينز؟ احنا. لا مين عامل الديزاين؟ اللي بيعمل الديزاين. لا احنا اللي عامل الديزاين. ايوه كده كل واحد عندها دور. انا بابلاي ديزاينز على ال 3 دي، على يعني بننفذها بمقاسات وكده. انا ماشي بس احنا بنفكر في الديزاين. اسمه ايه؟ كرودو. كرودو ديزاينز. كرودو. كرودو. كرودو ديزاينز. حلو كرودو ده. اوكي قلتي تاني نحاس وايه؟ خرسانه.
وجات منين فكره النحاس والخرسانه دي يا استاذ؟ هي النحاس عامه احنا عندنا حرفه النحاس في مصر قويه جدا يعني جدا، هي بس ابتدت تنتهي شويه او او الناس بتعيد نفسها برضو في ديزاينز النحاس يعني. الحاجات دي بقى الاضاءات دي او نوع الاضاءات دي توسع البيوت، توسع في كل المساحة. حاجه ليها استخدام يعني. يعني مثلا في البندنس النجف اللي نازل ده يعني لو توجه ناحيه الترابيزه او كده بس هي الابليكس زي ما احنا قلنا بقى يعني ابليكات، احنا عندنا في 2 ابليكات في الكولكشن. الابليكس برضو لما بتتحط على الحيطه بطريقه مثلا متكرره او حاجه بتدي عمق للمكان. طب سيبي بس ما تجروش مني بس والنبي لا اهدوا كده عشان افهم والستات دول يفهموا ما تجننوناش. يبقى دلوقتي الاجابه نمره واحد انه الاصفر هو المطلوب في البيوت اكتر من الابيض، ان هو بيدي مساحات. بالظبط. طيب. هو مش بيدي مساحات، هو بيخليكي مستريحه نفسيا، بس الحيطان المفروض تبقى فاتحه يعني في البيوت الضيقه الحيطان لازم عشان يرفلكت النور ده كويس. عشان يرفلكت النور كويس. حلو. الحيطه بقى، الحيطه المفروض يبقى عليها ايه؟ لا الحيطه في البيوت الصغيره لازم تبقى هاديه جدا فاضيه جدا. لو حد عايز يعمل حاجه كاضاءه وول ابليكس يعني ابليكات تتحط على الحيطه او في الاندايركت لايت بقى اللي في السقف. يعني الاندايركت لايت لما بيتعمل جيبسون بورد ما تطلعيش للسقف، خلينا في الحيطه وانا هطلع لك للسقف. ما هو ده بيرمي على الحيطه بقى. يعني يعني ابليكات لو انا بيتي مثلا هي المساحه دي اوكي وهنقول عندي 1 2 3 4 حيطان، هو ده البيت اهو، هي الحته دي مطلوب مني احط الابليك ده او الـ اللي بتحط على الحيطه دي اللي اهي اهي حاجه زي كده اهي شايفينها اهي اهي فوق اهي اهي بس حاجه زي كده احطها. يعني بصي احنا عندنا الديكور اهو، ادي 1 2 3 في كل المساحه دي المفروض احط قد ايه بقى؟ ما هو بالظبط كده يعني، هو التكرار الابليك يحسس ان في عمق ويحسس ان هو البيت متقسم حتت فيديكي احساس ان البيت اكبر. حل. يعني احنا مثلا في الاضاءه يعني لازم عشان نحس ان البيت ده كبير يبقى فيه استعمالات كتير. بالزبط. فالاستعمالات الكتير دي بتيجي انك اكنك تقسمي البيت عباره عن زونز مختلفه. الحيطه يبقى عليها كام واحده؟ لا يعني الحيطه دي هو كده 3، ما ينفعش يبقى اكتر من كده هيضيق، بس يدي احساس ان اللي ما بينهم ده اوضه. يعني دلوقتي احنا قاعدين مساحه ما بين الحيطه والحيطه مساحه الابليك والابليك يحسسك ان ده اوضه مساحه 3 متر مثلا. ماشي فهمت. يعني فيحسس ان يعني ده يعني نكتر ولا نقلل؟ لا يعني الوسط، يعني ده لو حطينا ابليك هنا وواحد تاني في الاخر 6 متر ده كتير جدا كده هيحسس ان ده كل ده زون واحده، لكن لما يحط 2 يقسمها نصين فاحنا كده بنحس ان البيت ده لا ممكن نستخدم هنا سفره ونستخدم هنا ليفنج. طيب خشي لي بقى في السقف. السقف في ناس تقول لك خليكي زي ما انت وركبي نجف عشان دي بتاخد من المساحه بتاعه البيت، وفي ناس بتقول لا. مين هو على حسب البيت حجم البيت؟ بنتكلم في البيوت الضيقه، احنا الفقره دي للبيوت الضيقه. لا البيوت مش بننصح خالص بنجف كبير في النص خالص. هو النجف الكبير في النص ده فعلا بياكل المساحه قوي. امال ايه بقى؟ جيبسون بورد؟ جيبسون بورد او يعني في تراك لايتس، في سبوت لايتس. طب انا بس عايزين استاذ حلواني عايزين بس وهو احنا بنتكلم نوري بس الناس احنا بنتكلم على ايه. يعني هو دلوقتي بينصحوا الستات اللي بيوتها ضيقه انه لا الثانيه اللي جنبها السبوت. السبوت ايوه، عقبال ما هم يجيبوها احنا لهم. طب اللي هم لسه مطلعينها دي دلوقتي تضيق ولا النجفه دي اللي هي لا دي يعني تتحط على حاجه، يعني ما تتحطش في نص المكان، يعني تتحط مثلا على ترابيزه سفره تبقى نازله من فوق ترابيزه سفره، ما تبقاش محطوطه في نص المكان ملهاش. هشتري ترابيزه سفره احطها على الكل. لا هعمل كده المره الجايه. ايوه هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. هو بقى ده شكل الحيطه اللي انتوا عايزينها للبيوت في الجناب. في الجناب اكتر، ان هي برضو تديكي التكرار بتاع السبوت لايتس. تكرار السبوت لايتس ده نفس فكره تكرار الابليكس، يديكي احساس بعمق في المكان. وهي دي تبقى الاضاءه بتاعه المكان مش النجف. لا النجف في الحتت اللي احنا هنستخدمها يعني فوق السفره بس، يعني بيوت الضيقه عاده مش هنحتاج بقى يعني سبوت لايتس في الجناب كافيه جدا في الليفنج، مش محتاجين نجفه في النص خالص في الليفنج روم. لكن لو سفره لا هنحتاج نجفه فوق المكان اللي احنا عايزين نكمل. طب والاضاءه بقى بتاكل البراند بتاكل الاضاءه الغير مباشره دي بتساعد على انها تعمل ايه؟ ممكن حد بس يجيب لنا يا جماعه الصور تاني من فضلكم عشان انا بس عايز اسالهم على سؤال كده خبيث كده خبيث خبيث ممكن لو سمحتوا.
شكرا يا فندم. هما هيجيبوا دلوقتي سؤال على بعض عقبال ما يجيبوا سؤال. اسالكم الاسئله الخبيثه عشان تدخل الصوره مع السؤال الخبيث. نقعد ضحك اهو. الشكل ده يعمل ايه في مساحه الاوضه يا استاذه؟ ده يركز على الكورنر اللي محطوط فيه، يعني يدي احساء. يعني لو انا عامله ديكور في الحته دي هو ده اللي هينطق الديكور. يعني انا حاطه ترابيزه سايد تيبل وراها بينتنج مثلا او حاجه في الكورنر ده، هو مش هيبان غير باضاءه عليه. لكن هو مش دوره ان هو يبقى عامل زي الديكور، يعني مش دوره انه يملى مساحه. جزء منها يعني، بس احنا في الديزاينز بتاعتنا في حاجات بتملى مساحه، يعني ده نسبيا مفرغ. اللي بعده شبكه، مفيش بلوكات فاضيه، يعني مفيش بلوكات صالح. بصي انا ايه ده بقى، ده يعمل ايه؟ ده اندايركت لايت، ده هيهدي الاعصاب كلها. اه يعني ده بعد ما انا اخلص البرنامج اقعد في كورنر كده بالليل. لو سمحتوا يا جماعه انا عايز واحد زي ده تحطوني نوم. ها استاذ محمد معانا اهو، انا عايز واحد زي ده تحطولي نوم، ولما اخلص بقى افضل قاعده حالمه كده. يعني انت حاجات كل الحاجات الحالمه ده شيء كويس. ايوه دي ده ابليك. انا عارفه ده ابليك. ده بقى دوره انه ينور الحيطه. يعني ده لو اتحط على حيطه مثلا فيها، استنيني بس، دوره ينور حيطه ولا دوره مع شويه نور سبوتس كده انه يوسع المساحه؟ ده ما يوسعش المساحه، ده ما يوسعش، بس غير فكره التكرار، بس اكتر من كده نوره مش هيوسع المساحه. لا طيب السؤال الاخير، ايه اللمبه اللي بتوفر الكهرباء؟ الليد. الليد طبعا. اوكي دي بتوفر الكهرباء. بتوفر بشكل كبير. الليد دي ليه بتبقى رفيعه؟ لا الليد بيتعمل في كل حاجه، يعني الليد، يعني احنا مثلا في شريط ليد اللي هو يعني الصوره اللي حضرتك عجبتك دي شريط ليد، فده ليد بيوفر كام في الميه بقى؟ بتوفر كام في الميه؟ لا يعني الليد بيوفر لدرجه 80% من الكهرباء. انتوا نورتونا النهارده حقيقي، شكرا جزيلا. يعني بجد برافو. لو بيتنا صغير، انا عامة بحب البيوت الصغيرة، يعني دايما لما كانوا يقولوا لي عايزة مش عارفة بيت عامل ازاي وبتاع، كنت اقول لهم لا انا بحب البيوت الصغيرة دفى فيها دفى كده. بس احنا ممكن كمان نعرف نوسع البيوت الصغيرة، حيطان سوري عفوا اسمها ارضيات صح، برافو عليكم، بس معايا في الهدف ارضيات فاتحة، حيطة فاتحة، ممكن ننزل بالجبسون بورد اللي احنا قلنا عليه دوت، سبوت لايتس، بلاش نور الابيض. لو عايزه تخسي اعملي اوضه واحده بس في البيت زي اوضه الكهرباء كده، نور ابيض خسي واطلعي اقعدي ريحي تاني، مش اي حاجه. دلوقتي احنا هنروح لتقرير صغير كده، هي حاجه جديده، رياضه جديده تماما. والحمد لله ان احنا كنا من البرامج اللي هتطلع الرياضه الجديده دي على الشاشات، وهرجع ليكم من هي وبس.